لعلي أخذ الأخت من الأردن دكتور خالد، بعثت سؤالا تقول: هل يجوز أن أقول في الدعاء يا رب اعطني هذا بحقي أو بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل في هذا شرك في كلمة بجاه أو بحق؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فدعاء الله تعالى عبادة من أجل العبادات التي جعلها الله تعالى سببا لتحصيل الخيرات. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بل تهدد الله تعالى من لم يدعه فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأمر الله تعالى بالدعاء: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فتهددهم بالنار، نعوذ بالله من الخذلان. هذه المقدمة لا بد منها حتى نعرف أنه إذا كان الدعاء عبادة فلا بد أن يكون ضمن الضوابط الشرعية التي جاء بيانها في كتاب الله وفي سنة رسوله. كتاب الله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. معنى هذا أنه لا يجوز الإحداث في أمر تعبدي. وفي السنة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه ضوابط عامة لجميع العبادات، الدعاء من جملة هذه العبادات. فينبغي لنا أن نقتصر في دعائنا على طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الأدعية المحدثة كثيرة، ولا يعني هذا أن لا يدعو الإنسان بما يحتاج، وقد يكون له حاجة خاصة ليست موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كالحاجة مثلا إلى سيارة أو إلى ما أشبه ذلك من الحوادث أو الحاجات الطارئة، فيدعو بما شاء. لكن الكلام أنه يجب أن يكون الضابط والإطار العام للدعاء أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الإحداث الذي ذكره جماهير العلماء في الدعاء التوسل إلى الله تعالى بجاه الصالحين أو بجاه زمان أو بجاه مكان، كحرمة مكة أو حرمة الزمان، كحرمة الشهر أو حق الشهر أو حرمة الصالح الولي الفلاني. كل هذا مما نهى عنه أهل العلم، واتفقوا على أن ذلك من التعدي في الدعاء الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يحب المعتدين. والله تعالى لا يحب المعتدين في الدعاء، ومن التعدي في الدعاء أن تتوسل إليه بما لم يشرع لك أن تتوسل به. أما النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا فالسؤال بجاهه، وهو ما له عند الله تعالى من المنزلة والمكانة، اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين. جماهير العلماء على اختلاف مذاهبهم أن السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به الحديث، كما في حديث الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يشفع له عند الله أن يكشف عنه ما نزل به من عمى. فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني يا ربي إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. إلا أن هذا الحديث أكثر أهل العلم على ضعفه، بل إن المحدثين يضعفون هذا الحديث لوهن في إسناده. أما من حيث دلالته فقد ذهب جماعة من العلماء إلى جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نظرنا إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دعاء الصحابة من بعده، نعم، وإلى دعاء الأئمة والقدوة في القرون المفضلة، لم نجد منهم من توسل في دعائه أو سؤاله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان التوسل بصفات الله تعالى، التوسل بأفعاله جل وعلا، التوسل بالعمل الصالح، كان يسأل الله تعالى بعمل صالح قام به لأنه ينفعه، التوسل أيضا بحال الإنسان وهو ما هو عليه من الفقر والحاجة، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا فيه التوسل إلى الله تعالى بضعف حالك وافتقارك إلى الله جل وعلا. المقصود أنه ينبغي أن يكون الدعاء إما على نحو الدعاء القرآني أو على نحو الدعاء النبوي في هديه صلى الله عليه وسلم وما حفظ من سنته، ولا يعني هذا الاقتصار في المسائل على تلك المسائل، إنما السؤال فيما كان طارئا بما يناسبه على طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استدلال بكلام عمر رضي الله عنه وأرضاه في أمطار الناس بالتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، هذا مما استدل به جماهير العلماء على أنه لا يشرع السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن الناس
قحطوا في وقت عمر رضي الله عنه، منع منهم القطر، فاستسقى عمر بالناس وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس ادعو الله. فالتوسل هنا لم يكن بذات العباس ولا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في المدينة وقبره صلى الله عليه وعلى وسلم بين قريب منهم، لكنه توسل إليه بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتوسلون الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جهدت الأنفس وهلكت الأموال و انقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، فما نزل حتى كان يتحادر القطر من لحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.